اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم كل اصدقائي واخواتي وحبايبي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. لو عندك حمام عايز تعرضه، رقم التليفون مثبت على مقدمه الفيديو، ان شاء الله نعرضه لك. وبشكر كل الناس اللي اتعاملت معانا سواء بيع او شراء، كلهم ناس محترمين، واحنا دايما بنعتز بمعرفة الناس المحترمين. ربنا يبارك فيكم جميعا يا جماعة. مفيش احسن من الحلال، واللقمة الحلال مفيش احسن منها والله. ربنا يغنينا جميعا بالحلال. النهاردة يا جماعة معانا عروض مميزة ان شاء الله. بس قبل العروض انا عايز، لو حد عنده انتهى كينج مستوى متوسط من ضواحي المنصورة يكتب لي في التعليقات. يعني في واحد من اخواتنا متابعين القناة طالب نتايا كينج متوسط المستوى. نيجي يا جماعة العروض اللي معانا دي. دول يا جماعة 5 عشوش، بسم الله ما شاء الله، لحم فرنسي، حمام معتمد على نفسه، سلالة من سلالات نظيفة جدا، سلالة سعودي، حمام الأستاذ أبو عبد الله من المنصورة، من سلالات بسم الله ما شاء الله، حجم وصحة. والراجل ده يا جماعة على ضمانتي، اللي بيشتروا منه أكنه مشتري مننا، لو في أي مشكلة أنا المسؤول. الراجل اتعاملنا معاه مرة واتنين وتلاتة وعشرة، واتضح إنه هو راجل أمين جدا، راجل محترم في تعاملاته، راجل صادق، راجل أمين. فعشان كده انا بقول اللي اشتري منه حاجه انا ضمن الراجل. ربنا يبارك له فيما يملك ويبارك الجميع يا رب، ورزق الجميع من فضله. لو انت مش مشترك معانا يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده سعر الجزء يا جماعه 200 جنيه، ده 5 عشوش. سعر العش 200 جنيه، حمام لاحم فرنسي مستوى عالي جدا، سلاله نقيه بيور، لحنا مفيش زفارة مفيش أي حاجة زي ما انتوا شايفين، حجم كويس وسلالة مميزة. ربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع من فضل الله، آمين يا رب. الجوز عاملين 200 جنيه، يعني 5 عشوش عاملين 1000 جنيه. دول يعتبر أقل سعر في السوق على حسب السلالة دي. الناس بتبيع جوز ب250 جنيه، وهي طبعا أغلبكم عارفين. وفي عرض يا جماعة تاني من الأقصر، حمام تقيل بصوت صاحبه الأستاذ علي، تابعوا معانا الفيديو للنهاية.
لا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. جوز رومي ده الذكر، ودي النهاية يعني على وش بيض بإذن الله. دول مشتغلوش عندي غير 3 عشوش يعني صغيرين في السن بإذن الله. الجوز ده عامل 450 جنيه، دي النهاية المفصصة دي، والذكر ده اللي وراها ده الذكر، حجم وصحة وشغالين بالضمان يعني. النتاية دي بتبيض والذكر ده بيخصب وحاجة كويسة بإذن الله. ادي وحجمه بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. وده جوز لحم الذكر كرمه، ونتاية رقد على بيض. ده الجوز ده برضه عامل 450 جنيه، ده الذكر، ودي النتاية. وده جوز رومي على روماني سيلفر، ده الذكر. ده ذكر ودي النتاية. النتاية دي رقد على بيض يا جماعة، اهي رقد على بيض. دي النتاية. الجوز ده عامل 600 جنيه، ده جوز رومي على روماني كريمي، كريمي او سيلفر. ده برضو جوز ذكر كريمي رومي على روماني، النتاية بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يعني النتاية اللي يشوفها يقول عليها ذكر، حاجة صحة. ده الذكر ده، ودي النتاية. ده الجوز ده برضو عامل 550 جنيه، الجوز ده عامل 550 جنيه.